كانت فما جوهرات تجي للنادي الافريقي من جبن بعض المسؤولين القدامى بيقول لك لا والله جاهم لاعب كبير من بعد تسمع به العيادي الحمروني مثلا يقول لك والله جا وما لقاش شنو وكذا ومشى على روحه ومشى تلقاه بعد نجم كبير ياسر في نادي اخر سعيد الحمروني لا سيدي تفك قولوا تكون عندكم جرأة قولوا قولوا راهو تفك وما نجمناش نحميه ارواحنا واقوى منا الشيء وتفكنا انا باش نجيك هذه كي جايه من ضمن الاشياء تحدثنا فيها نحكي مع سليم الراهي قال لي انا شنو النادي الافريقي يفكولها في اللاعبين نتاعها علاش تتفك خلي يوصلوا الناس هكاك يستضعفوها يفكولها وقت جاء عبد المؤمن جابو راهو كانت اول مره بعد سنوات الافريقي يزيدوا عليها شويه يهزوا زيد نزيد زيد نزيد وصل عبد المؤمن جابو راهو كي جاب مبلغ بسيط راهو معناتها مبلغ متواضع كما نقولوا احنا 600,000 دينار تونسي ما تخليتك برشا تتكلم السنة المطلوب توا يهمنا خلي ماضي خلي المطلوب شنو من هذا المدير الجديد صار بربي هذا مهمه والمره تحدث فيه في نقاط مهمه ياسر قلت لك صارت العمليه هذيك من وقتها النادي الافريقي مفكولها الجوهرات جاء للواحد للناس كنقول لك ابتزاز في السبونسور سبونسور او توا سي حمادي بارك الله فيه ونقدره ونعزه وموجود لكن كي جينا نلقاو سي حمادي راهو في العام يدفع 300,000 دينار هذا بتحسبهم في 10 سنين تلقاهم 3 مليار دوات و600 تحسبهم في ال 20 عام تلقاهم 7 مليار دوات و200 معناتها في 20 عام تلقى سي حمادي دافع 7 مليار دوات و200 وهذه حقيقه لانه اللي جينا لقيناه هكاك معناتها مش معقول انت تستشهر في معناتها مريولنا بارك الله فيه راه مش معناتها راه نقلل من واحد هو سي حمادي يبقى فوق راس الكلوبيستية كل معناتها هو المنقذ الوحيد وفضل الفريق لازم يلزمنا اكتواليزاسيون معناتها ميزاجور لوضعية النادي الافريقي معناتها نتاع الاشهار جاء وقتها وصلنا سيدي باش نستعجل لك لعبنا نحينا كل شيء الاشهارات الكل يا تعطيه الافريقي حقها تعطيوها الصحيح نتاعها ما كانش باش نلعب مريول حطينا فيه جمعيه خيريه يا تعطيوها حق حتى الكلوبستية توم يا نلعبوا ولعبنا عام جماعة خيرية من بعد ولا تفهم ميزاجور سي حمد ولا يدفع في مليار في العام وحتى لي سبونسور الاخرين علاو كان عقد الاستشهار نتاعنا مع شركة الاتصالات اعلى عقد في تاريخ تونس في تاريخ الاستشهار في تونس بقات لي نقطة الاف تي اف شكون يهز الورقة الحمراء؟ ايه اش بها الاف تي اف يا اخي فوق الناس الكل وقت ما يهزم الشاز الحمراء الورقة الحمراء تهزها تهزت كنا وقتها باش نفاجئك كانوا وقتها برشا ناس راه مع سليم وسليم وكلنا حمراء وحاطين الورقه الحمراء كي هز قال روحوا واحد يمشي رجع الورقه الحمراء هزها وتحملنا مسؤوليتها كان نادي الافريقي باش نجيك بربي بهذه نختم بها لان عمرها ما تجبدت في ماتش سسمو لولا سسمة فرنسا باريس سان جيرمان اللي جاء الماتش لعبناه مشيت انا المدير التلفزه وقتها الوطنيه سي مصطفى بلطيف سي مصطفى قلت له باش ننقلوا المباراة هذه معناتها على الوطنية وكذا فهمتني قداش معناتها نجموش نلقاو فيها واحد قال لي 10,000 دينار يا سي مصطفى بي اس جي تلعب وكلوب افريكا في تونس وشهار ودنيا وماس الناس الكل قال لي 10,000 دينار هيك امكانية تلف رجعت سليم الريحي قال لي النادي الافريقي ما تتهانش شنو 10,000 قال لي تراه قول له يعطينا شبيوس توا ننقلها قال لي ننقلوا وحدنا قال لي لا التلفزه ما تعطيش بيوس مشى هبط بيوس من اسبانيا من بعد نهارين خلطت في البط بيوس وحل هكا اللي يسميوهم هما الذبذبات حلت قناه التونسيه بالذمه ونقلت حلت نهار وسكرت النادي الافريقي ما تطيح لهاش فهمتني الواحد نتاع حلوت يعني انت هذا اللي حبيت نقوله لك انا سامحني انت هنا انا سالتك سؤال قاعد تبيض في سليم الريحي لا مش طبيعي سليم الريحي اعطاه وصرف اوكي لكن سليم اخطا وعمل لها فوات كارثيه في نادي الافريقي طبيعي مش اللي يهمني في المرحله دي شنو هو المطلوب في كلمتين من الهيئه القادمه بالسير نادي الافريقي مطلوب شنو هو المواصفات المطلوبه في الاشخاص اللي بيسيروا نادي الافريقي ما فماش مواصفات في الاشخاص مواصفات في المال بالضبط اللي عنده المال النادي الافريقي راهو يقدها راهو موتور كبير عرفتك لازمه بوكود كاربيران بوكود زيت فيدونج بوكود كذا كل شيء في الكبير ديمونسيون كبيره النادي الافريقي لازمها الفلوس هل نتاع الرشيق نتاع الرشيق ونرشق وتو نتكى على الجمهور الجمهور ما نجمش يخدمك الجمهور تو من بعد قداش منه الجمهور اي تو كي يتحل الاستاد يدخل يقص تذكرته ويعمل خيراتاته اما هل جاي هكا ودزينه يقولوا له برا تو هاكا لطخه وبرا وانا والله اعلم ما نعرفش سي وجع الجري اليوم علاش هبط الوحده نتاعه
الله اعلم علاش اليوم بالذات هبطت هاك القائمه الطويله العريضه، يا لترهيب العباد يا لترغيبهم يا لاعطاء الوضعيه القانونيه. لكن انا نمشي في حسن النيه نقول هذيك اعطاء الوضعيه القانونيه السليمه نتاع النادي سي وديع اليوم وهبط الواحد نتاعها كل اللي عنده سيدي تفضل. نقولها لك اقسم بالله وانا اللي عندي مصلحه ولاني باش نكون موجود في حتى هيئه مديره، راهو تعب نفسي وذاتي ومادي سيدي راح يفكر باش يوم ما يرجع للنادي الافريقي في كلمه. النادي الافريقي في كلمه معناتها في كلمه عمره ما نحى الفكره انه ما يرجعش. الفكره عمرها ما تنحات. تبقينا سليم تعرف متعلقه به بعض الوضعيات بصدد يعني تسويتها، اما راهو باش يرجع للنادي الافريقي. بربي سي صاحبي اخر كلمه. لا انا مش نجيك، انا مش نجيك نبيل عشقوي. اخر سؤال، جبت احد رجال القانون احد المحامين وظف العقود في مصالح خاصه على لا 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 لا, آه. لا 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 ما قلتش وظف سألتك العقود. نسال نسال. لا هذا هو حررهم، هو عريت معناتها كانت تقول لي مخطئين هو عملها كفاءه عاليه والجمهور يطالب به في كل هيئه كفاءه وفيها وفيها اقطاع العقود. شوف اذا كان الوضعيه هكا كان ما انا ما طلعتش بعد تالي عن النزاعات، وانما هو اللي حررها وكان يقول لا تو نخرج نود اونورار في قائمه العقود اللي طلب. شوف احنا خدمنا في النادي الافريقي ما جانا وخدمناها ووضعتينا من وقتنا وما خديناش من الليم، وانا الناس كلها وك تعرف ونسمح حتى الواحد يخرج وكان في ماكش موجود انت ماكش موجود في الفلاش ديسك اللي عندك. شكون؟ انت عندي فلاش ديسك يورك برشا. انا الفلاش ديسك هو اللي يسجل هو اللي يسجل.